أصحاب السمو والمعالي، اجتمع اليوم ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي بأعباء وتبعات غير مسبوقة على عاتقنا، على رأسها الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة، لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة ككل وتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين. كشفت تلك الأزمة عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ونافذة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، أو وضع حد لهذه المجازر وللتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة وأطفاله الأبرياء، والتصدي لمخططات التهجير القسري لسكانه وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. إن الحروب والحلول الأمنية لن تقدم إلى المنطقة إلا المزيد من الحروب والدماء والعنف والتطرف، بينما لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار إلا بانتقال إلى مسار حل سياسي جاد للقضية الفلسطينية، والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط 4 يونيو 1967. لقد ألقت تلك الأزمة بظلالها الثقيلة على أمن المنطقة ككل، حيث تتسبب الاعتداءات الإسرائيلية في اضطرابات إقليمية يتوسع على نحو مستمر، فبتنا أمام تهديدات خطيرة لسلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما أن الأوضاع في لبنان أصبحت تستدعي قلقا حقيقيا على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة هناك. وتأتي التطورات في ظل أزمات متفاقمة ومقلقة في السودان وليبيا وفي سوريا وفي الصومال، الذي تتعرض سيادته ووحدة أراضيه للتهديد حقيقي بتوقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم سومالي لاند، وهو التطور الذي ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص لسيادة دولة عربية وهي دولة الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، فضلا أنه يأتي استمرارا لسياسات إثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدأ بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ودفعنا لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لن تفضي لأي نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي. إن الأوضاع المتأزمة في المنطقة إنما يجسد فيها عجز الإرادة الدولية مع غلبة الانحيازات السياسية والمعايير المزدوجة في التعاطي مع المخاطر ومعاناه الشعوب. إنما تقدم وما يحمله من مهددات لا تستثني أي من دولنا أو شعوبنا يجعل من التنسيق العربي المشترك وفي القلب منه التنسيق المصري الخليجي القائم بين بلدانا فرضا عين لتعزيز القدرات المشتركة لمواجهة هذه التحديات.